عبر تطبيق اكس الشيخ سعد. عابرة سبيل تقول أنها تنوي أن تعتمر عن أختها المتوفية، ماذا يجب عليها وماذا تقول عند الدخول في النسك وهي سبق وأن اعتمرت عن نفسها؟ يجوز للإنسان ويشرع له ويستحب له أن يعتمر عن قرابته وعمن له بهم صلة من الأموات أو من العاجزين الذين يأذنون، ويكون الإنسان بذلك مأجورا مثابا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. ومن هنا فتبشر السائلة بالأجر والثواب، فإن لها أجر البر، ولها أجر يماثل أجر أختها، ولها أجر فيما تؤديه زائدا عن أصل المناسك من دعائها وذكرها ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. فإذا جاءت إلى الميقات ولبت، تلبي عن من نوت العمرة لها، فتقول لبيك اللهم عن فلانة، وبعد ذلك تنوي بقلبها أن هذه العمرة لمن سمتها، فيكون الأجر لها. ويجوز لها أن تدعو لنفسها في أثناء هذه العمرة، ويجوز لها أن تدعو للآخرين، ولا حرج عليها في ذلك، وعليها إتمام مناسك العمرة. ولا يجوز لها أن توقف هذه المناسك بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله.